بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. بارك قشتين شوى الأول ثم شرعت والله والذي يعود والله من لو سبحانه زياتر تيم قرتبو شو أولا تلوم زي أفر عمل فاوكر دو والله ما سبحانه سيدوها بحثي إيما لباري أصولي مسائل وابو بس يوما نكرك أصولي مسائل حودانا بلا متمان متأخرين دواني أنك إذا فكر دو متقدمين دوانك أوان إذا فكر دو وتو يا نهر او انا بر تصحيح كون خب يا نظر تصحيح ساقين مسائل منزورة مقسما لا اصل بدون تصحيح حود انا ما نهير منتهى او انا كاظن متاخرين كوتيانا او دو اصلش من هيا اوان اوان لنذكر قواعدك كمربوطة بحل مسائل ك كسري مزاف يتيايا كسري مزاف بباقي ديارة اوان قاعدة كي اما يغلي موافقي او قاعدة يعني ما في او قاعدة اما علين او او دودان من في ازافة كردو متأخرين وهيجن يعني ما قاعدة كي قاعدة كا يا تبقي قواعدة كمربوطة بمسائل كدو كسري تيايا لاني كم هو تدو كسري تيايا ككسري كان كسري كله وكسر كيتي أن كسر باقية متوجبون لشوينك أجر كان مسألة كشيرين لمسألة كأجر إما دو كسر معن بو كسري كله كسري باقي جاري أن كسري باقي باب ويسي بو كسري كله كدينين شيكين لكسري كله لكسري كله دينين أو كراكل ها دينين لكسري كل أول مخرج كيل بدزيري كمخرج كيل من بدزيري ناس صورة كيل خارج أكين صورة كمان لي خارج باقية جامينيتو أو أخت أو باقية كماوتو تقسيم بل مخرج كسري باقية كي أكين يعني كسري كمضافة ولا باقية أجر قابل تقسيمه أو بعشة أجر تقسيم نبو كسري باقي لقال كسري كل يعني مخرجة كان يعني لنزل قرين أجر توافق تباين ينبو يك ينزل بقين لو تريانا أجر توافق شانبو وفقي كسري باقية كنق وقف وفقي يك يكيانا وفقي كسري باقية كنزل بقين لو تريانا حالوي مثلا كان ليوا دروز أبي يعني أبي إيه بقى أبو كان بو شيوا أم قاعدة جاء أم قاعدة درستا أجر لمسائل بدون كسر باقية لنزلي بقري وقت تصحيح واية برا ما تصحيح نية حالبي مثلا أجر إيه ما جقا لو مسائل هني جدو إخوة وانا إيه ما لمسائل مثلا لغراوينا لغراوينا ليه مثلا ما دو مسألة ما نبوا مسألة كان هو بياوك أمرد جنكي أما لقل باوكو دايكا كيا باشا يعني اگر يمش لواء قرار ما نوابو سلسي باقي بين مدايكك فس دايكك سلسي باقي هيا دي جنكا چي هيا جنكا يكشوارمي هيا جن يكشوارمي هيا باشا دايكك سلسي باقي هيا يكشوارم او يكشوارمي لكل تاريكك هيا اما او يكشوارم ناولين كسري كل باشا بلان دايكك يكسوامي لباقيك هيا امش ناولين كسري باقي حالبين جاري كارمن بكسري باقي نية دم قاعدتي جاري كارمن بكسري باقي نية ولا كسري كل أجرين كشنيك يكشوارم مثلا ربع يكشوارم يكشوارم كمخرج كمان غير يكشوارم يعني تو ختك الكشاء لجر ختك وشواري ليه لس ختك ويكيله يكسهم خارجك إلى شوار لمخرجك يعني معركك كذا بشوار بشو يكسهم إلى خارجك او يكسهما اديبك بخاوني او كسري كلك جنكي باشا سيماتو امسيا تو قالك سلسي باقي بي بدايكك سلسي باقي هي يكسهم لي دي بدايكك او يتيمتو بباوكك
ها قابل تقسيم ايتر باشا اما ايتر مشكلين يا بلام لوي تريانا كمثلا غراوين دوام معمولا او يشهر مثلا كعبارتها لدايكو باوكو لميردك لامره يعني جنيك مردوه ميردك بجيلا كميردك نصفي هيا دي ام جارة دايكك سلفي باقي هيا خب باوكك عصبه ليلة بو اول كسري كل شيء يقدوما باشا كسري كل يقدوما كأو يقدوما فرضي كيا فرضي زوجة يك كصورتك يتي لمخرجك خارجي كين فزيق مهنته يكش قابل تقسيم بكسري مزافكا يكسري باقي كك يكسوما باشا يكسوما كسري سي قابل تقسيم بر أو سينية مجبورين أو سي كمخرجي كسري باقية زربي أكين لدوكا يعني لمخرجي كسري كلها زربي أكين أبيت الشش يعني سيدوي أبيت الشش إن جاء زوج سهمي خوي أباك سيايا لواتش أنا مانيتوا سي أمانيتوا لسيبي أها قابل بله يعني أم باقية كما توسيايا قابل تقسيم بر مخرجي كسري باقيك فز يك سهم حقي دايكا دو سهم حقي باوكا بلان اگر بو مثال بيرينا وكا اگر قابل تقسيم نوي هر او مثالك دو كان مثلا تو لمسألة خنج برا نا غير دايكي غير دايكي سباوكي بني ممكن باوكو دايكي بك لقل جد يكاو لقل نا لقل دايكا متواجبه او داني او دار دو مكان لقل دايكا باشا يعني كابلا يعمل دو دايكي ما وبا وقوري ما ولقل فنج برا يسا فنج برا غي دايكين يعني يا باوكو دايكين يا باوكين كرمان جدك لرا اشرت باقي بنفليتي دايكا كي يكشو شمية يا فسو دو كسر ذا يا ايكي كان شيا شتسكي ككسري كل اوا باشا ايكي كان يكسو ومكيك يكسو مي باقية كأو كسري باقية باشا دينين إما كسري كلك صورتك إلى مخرجك خارجك فنج يمينيتو باشا أم جاء أم فنجك باقية كي ماوتو إما قرك معنا تقسيمي كين بسر مخرجي كسري باقية كسري باقية يكسو ومبو يعني تو فنجك تقسيم برسيك تقسيم نعيبو ما أم راسيك لقل فنجك تباين يعني هي شن كاتباين يعني هي راس سيكا اهينين كمخرجي كسري باقية زربي اكين لمخرجي كسري كلها كشش ابيض هجدة حالبون ام جار هجدك خب ستسكي ادين بدايك كسيايا تنظي امينيتا و پنج بو جدكا دي ديش بو پنج براقية يكي دواني حالبون ايسا اما مسألة يكي تر كهل الوكو أمواعي أو مثلا كذا كحل بانكر حزك ما أخوتان حليكا يعني مثلا إما ليوا زوجيك من هي دائما كابراء مردوها جناكي ماوا دايكي شي ماوا باشا أم جال حوبرا شي هي هلو قو بانج بل حوبرا غير دايكي أه ما تشيب لي في نيرا جناكي شوار ماوا أها أو كتان دايكي شي ماوا بلا بلا دايك شي ما دايك شنو ما شنو كوا دايك يكسيهم لا شو الحب راي هي بلا وجا ما يبغى لك كسر باقي يك بلا وهي أمانة حلكة مثلا ما دوان زي شنو كشوارو شش ديالو مخرج مشترك كان يعني دوان زي حسهم ينفيه دي حسهم منيتو بلا كحوسهم ما يوا أم حوسهم ما يوا برشي تقسيم كيتو تقسيمي كبسر بالمخرج كسري باقية بس يعني تقسيم نابي تقسيم نابي سيزر ذا أصلي مثلا كان في هكذا وانزيا هكذا تيو شش نغل لتيو شش نوصه مايبا زوجكات اها شش مايبا شش دايكاكا دايكاكا نوصه شش ونو اما بانوزا بشويك يمينيتو حوتي بوا بجدكا اوان نفري اوان نفريدو دو سميوه حالبا اوا يعني بو الشيوان شو نتفي اما لقل او قواعد ديتوا بو زياديان كردوا اما بو خواهر لتصيحة شي متوجوي هرشن كلي او عالم قولانك شان دفاعيا ليكرده
آه مثلا ابن حجر لا تحفة دفاعي لكردوها شيرواني لسر مثلا لسر تحفة هذه دفاعي لكردوها أو أختا بجيريمي دفاعي لكردوها أركامي كان أقول دفاعي لكردوها وادر كبيكا وقولك بقوات حتى هاتنا تعذر هنا نوا بو قدماء يا علماء قديم علمي فرائز يا فقهاء قديم أو شتان وتا وتيانا شنك سلسي باقي متفق عليه نية باشا دي كافي تفربي قشن ثم شرع في بيان ما يعول من هذه الأصولي فاشا المصنف دسي كرد بيان كردني أو مسأليك أو الأخوة لم أصلانا لم حوتانا كحوتانا بغي سيانيا أو الأخوة كأو الششد وانظو بسشوارة باسي أواناك فقال والذي يعول منها ثلاثة فرمي أواني كعول أخوة لأو حو مسأليا يا بق أقر متأخرين لو نو مسأليا سيداني الستة ششة وضعفها ودو برابري شاشكا بيتا دوانزا وضعف ضعفها ودو برابري دو برابر كشي يعني شوار راه شاشة بيتا بيسو شوار جا فالستة تعول أربع مرات يعني عدد شاش شوار جار أول أخوة كأول كان متنوعا أوتارا وأشفاعا بأوتار وأشفاع يعني لجوتو بولاي تاق باشا يا لجوت ولا جوت مثلا هشت او الخواب ولا حوت ولا نوع او تاره وتر وتاق ولا يقر او الخواب ولا هشت ولا دا او اشفاع جوت والشفعي والوتري قبل قتي لك دي والثاني اما باوي تعود من الستة الى سبعة كزوجين وأختين مثلا أجر جنيق مردبي مرديك ودو خشكي لغيري أمي بجي يلابي باشا دو خشكك دو سواميان هيا زوجكج يقدو ومي هيا بكي مخرجكان يان دو سيت تباينيان هيا معمولا مسألة كأكات الشش بلان تو أبيتن دو سوامي شش سوارا أبيت شوار سهم بيبو دو خشكا دي نصفكش يسيه أبيت سيه سهمي جميب الزوج فاز مجبوري مثلا كلا شاشو عول كيبو حوت للزوجي ثلاثة ولكل أختين اثنان بوارخش كدو سهم فعالد بسدسها فاز مثلا كعولي خواردوا بسدسي خوي آخر سدسي مثلا كيكا يعني إما يكما إذا فكر دوا حالبين وتاني وتحوت ونقص لكل واحد سبع ما نطق له به وكم وبوتو لهر يك يقلو وارسانا باشا يقحوتمي او شتيك نطقي فيك راوة بوي مثلا تو عريب ميردك عريب سيسة همد هيا لم لشش سهم سيسة همد هيا يعني سيح ششو لعالك حالك تو مثلا سيح حوتمو داعتي كن لحوت دا فرزا اقر امام مجموعي فولك شش سطمن بي مثلا ميردك اللي واسي سطمن يكبي بلان اقر مثلا اقر فرزان طبعنا حوصة منا هر ششطة منكا يا بولا كمان بويا كان ششطة منكا ولا بجي وتقسيم برششي كي تقسيم برحوت يا كي باشا ششطة تقسيم برحوت مثلا حولو اي شاني شاسوسي او ناكا حو هشتي شاني فنجاو شش يعني ابيتا كنصو شست من دي حو فنجي سي وفنج شاكا أبدا نودياني هشتاو في هشتمن تقريبا هشتاو ششتمن تواو ناكا شو نقول هشتاو ششتمن بيشتمن إلا كل زيابي باشا إذا تو بلي هشتاو ششتمن يعني بجيقي أوكا إيما بو ميردة سيدانة ستمني في بين سيدانة هشتاو ششتمني في هدي حالبون كما سيدانة هشتاو شوارتمني في هدي تأقل إيما مثلا هر سهمي هشتاو شوارتمن صادر كين لجمع دوت من مالقوة مينيتو وتوجبون دوت من لكل أمينيته كديارة أو حسابك كما وش تيقنيه أو تأكريه وش تفتي كريه بلا كريته مثلا بجوريكي أو إيش كريه بشاش سهمه كما عمولا شاش سهي
بكيب قران شش سيئة بيت حاجدة مثلا حاليبون على التقسيم بالحول ناك تقسيم بخبر ششي ناك يعني مثلا علين مثلا قريما حودانا هشتات من وثمان بينصو شست من حود شوالي بيسوهشت من دي ديارة نا حو بنجي شاني سيو بنج اما شاني نوادو بيشت من بابا ايتي اقر ايما حوت من بين ابدو ثمان ازافة لخو من بين يعني هشتاو ششت من نا هشتاو شوارت من يعني اقر ايما حو دانا هشتاو ششت مني بين ابدو ثمان لششتات من اكش ازافة بدين حالبون بس لجمع عدوت من كم يرمي يعني مثلا توقع بقران ديان كم وقيتو سيقرانو سيقران ناشن يدقراني في إضافة كي يعني مثلا قال فردن بجي أو دوت منك يعني يدقران رد كي لبشي قشت يعني يدقران در كي حالبي كلا سيقراني لي كما كي يعني لا هشتا وششت منك نيا هريكي سيقراني لي يرنو حوسي بيسو يدقران متوجبون فستو أو أي كفولة قد هذا ششتطمنو دا يدقرانو بدسو معه متوجبون ششتطمن شان ريالة شان قرانة ششتطمن قرانة يعني تو أمجارة فانج هزارو نوصدو نوادو نو قرانة دا مثلا ويا أو شتا جوقت إما عولكين أو أنا كالسهم يعني هي لو علا زرركا مثلا أنا اللي هو بناو سهمك أخو كمي نقرأ سي سامي هل بردده ولين لقباري سهمكي كمو أبوته حالبه وكو أويك مثلا تو بشي كابرا مثلا دبي بنزين يسان دببو بناو سي دبم ولين تماشاكل مثلا زيدو لترسي لتري خالية لدبكا حالبه أمي سهمكي سندده باشا ولين سهمكي فرنية سي كيسي ورده فيها ولين كيسي كان خالية فرنية حالبون بويا الله ونقص لكل واحد سبع ما نفق له به سبع أوي كان ندخل في كردوا بوي كما بيته ولو شن يعني كواتا أقر إيما لواقع لو عيسى بوسط منك سط منك تقسيم بالحوت كابتة شني حوت هي حفتة هذه حوت شواري بسوها عشت تيجين يعني حوت أنا شواردة حوت فانزية كابتة شني حوده حفتا حو فنجي دي فنج أبدا صوب فنج باشا حو شوارد نا شوارد شوارد كشا دوت من يمينيتو فاز يما اوي لهشتا وششت منكا شنما اللي جراو وثيقنا ما اللي جراو حالبين يعني اوايا مثلا شواردت منو ثيقنا كسبعي سط منكايا او نيكم كردوا اخر شواردة وثيقنا تو مثلا حوده انا شواردة حساوكا اكات النوادو هشت دي ام جاره حوده انا سي قراني حساوك اوج بشويه قران اما مثلا سطر ويا قراني اشتاز حالبي يما اوي كدامان كليمان جراتو اس ايما اس ايما شواردت من سي قران من جراتو حالبي او شواردت من سي قران من جراتو سبعي كل سهمك سبعي او شتيك ابوي ناوبردك او شدسي لا شج بو ناوبردك لا وايه خب اوي ناوبردك ابو سطر مني بالدايه الآن شنو يبرزوا مثلا لو حسابا شواردت منو سي قراني كم لن يكحوت مي كم في الدراوة او دقيق لو حالي بالمواجهة ونقص لكل واحد سبع ما نطق له به بو كل واحد يقل وارسة كان يعني يا لكل واحد لكل سهمين كم يتوى لهر سهم مثلا زوجك كسي سهمي كوتوا هر لسهمي يكحوتم لو سهمة كم يتوى يعني لكل سي شواردة ثماني أبيتها تشلو دوت من سي قرانيش نو قران مثلا تشلو سيت من قراني كمي لي كمي بيتو لش شرطة منك أقا ثروتك أو نري قالت أقر بكيه وتوحزيكي مثلا شرطة مليون ثروتي بي متواجبون كما مثلا سبع ما نثق له به يقحوتني أويك نثقي بو بيكراو قيل وهي أول فريضة عالت في الإسلام أم قفاش كلاوت يعني أم فرز أول فرزك أول فريزة يعني أول مسألة كعولي خواردة لإسلامة أو لك يا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه كواتتها زمان حزتي عمر رضي إخوائي لبيه إما لفرائزة برخد من بعول نكردة متواجبين داي أم جارة
فجمع الصحابته يعني حضرة عمر صحابي كان كوكر دوا وقال لهم وفي فرمون فرض الله تعالى للزوج النصف وللأختين الثلثين معلومة كأخواي قوران بو ميرد نصف دانا وبو أختين ثلثين دانا فإن بدأت بالزوج لم يبقى للأختين حقهما شيء ناقص تتويه اشتباه نسيتي للزوج النصف وللأختين الثلثين يعني إخوائي قولا بو زوج نصف دانا وبو أختين ثلثين دانا فإن بدأت بالزوج لم يبقى للأختين حقهما أقر بميردك شروع كميني بلاوة بشي أو أدم باشا بودو خشكك حق يا ناميني تيقشتن ولي وإن بدأت بالأختين أما أقر شروع بدو خشكك أكم لم يبقى للزوج حقه أمر بو ميردك حق ناميني شن أجا شوارب سهم بن بخشك كان دو سهم يعني تبو مردم فأشير علي فزي وأي أهلي مجلس وأي باس هذا كان أي محترم كان مثلا فيشني هذا كم تيبكن شيب كم من ليرة أشير علي يعني رجع حد يكم مبكن وإشارة يكم مبكن فأشار إليه العباس رضي الله تعالى عنه بالعولي عباس إشارة بوكر بعولي يعني مثلا وتيتي مثلا بك بحول وقال أرأيت لو مات الرجل وترك ستة دراهم وللرجل عليه ثلاثة ولآخر أربعة أليس تجعل المال شو ولا استبوى يا جوايا ألست تجعل المال سبعة أجزاء فقال نعم فالمي تتصور كا أرأيت يعني خبر بمن بيجة أجر كيابي بمريه باشا وتنها شش درهم بجي بيالي برامت مع شاكين لولا سي درهم قرداري فياويكا شوار درهم قرداري يكي كتركا جمعنا كاتا حود مقر تو أو مالا ناقي بحو جزءه دي أمجوك وايداني مثلا أم فياوه مردوه بمدو خشكي مثلا وافرت شش تمانية هيا شو مثلا كي لا شش هر شش هيتر شش تمانية بمدو خشكي شوار من قرداره أمشي نمر دو برين بميردك أشي سيت من قرزارة فاز أبي إما ششت منك كأو هياتي بيكين بحوث يعني بيكين بحوث عشو ثماني ساخ ساغ ندين سيت ماني ساغ ندين بميردك شوارت ماني ساخ إش ندين بدو خشكاكا بتواجبين هر لا وكو جرانو مثلا إيسا كان إيوا شش حول نفر فخي لحجنا داني شون حول نفر داني شون خريك لزنو تخبرنا نخوان باشا لو كاتا ميوانيكا كا ميوانيك دي لناو تيانا كشا يا تاواكشا هجنا ما بويتك هل يكيك دسا بن لباشكي خطا كوشكي زرفة جيرن هل يكي لباشكي خطا كوشكي دي بتحو كوشك هل يكي كوشكي جيرنو باشا آواتاني انكسار لسر هموانا ايجا نونا فلا باشك جبوء تياك نية آواتاني او كارناك حالوين علي ظلم بيستوي عدلا ما مسالي بدأت بجعل فإن بدأت وأنا أم جاء ما قال وأنا فقال نعم وتبري والله واقف فقال عباس عبد هو ذاك أبي شروية فأجمع الصحابة عليه هل أوفجنا هذاك عباس كردي شاكا قشت يعني إجماع يا نسيب الدنيا وأخوة برا قصي شاك أو يا قصي باش هم كذول يجري وتعول ستة أيضا وأم جاء شجد ما رأوا الأخوة إلى ثمانيتين ولا يهشتش كهم هل وقع وأنا يعني أختين وزوج أي كزوجين وأختين وأمين ودايك يكيش يعني أقل لو مسألة دايك يكيشان لقلابي دايك يكيش يكششون يكيش فاستو نيازي بوني مسألة نيازي بتصحيح وشدنية فاز مسألة يكششون اللي بدايك يكا سيسة هم بلاي بزوجك شوارف هم بلاي بدو خشكك متواجبي أبي تشيب كي أمرا أبي عولي كي بوهشت فاس ما شاكا إيبا ششتت منك نجي وتقسيم بالحوتي كين تقسيم بالهشت يكي متواجبين اگر ششت دقا تقسيم بالهشت كي مثلا هشت نوعي نابي هشت نوعي هشت هشتي كني شخصو شوار حالي فس حفتا وفيش منها يعني اما ابيت حفتا وفيش من دروس شخصت من بابا ششتت من مثلا بالهشت اري اري ابيت حفتا وفيش أي دقيقة أو تركسي جديدة مثلا قرانيجي إضافة لبنانة ويا جوليب
يعني قراني كان ظلم ليكي لقشت يعني بابا ليرا تمشاكا تو هاتي مثلا بجي اوا سيدان السطماني بداي بميردك سيدان حتى وكشماني في داوة بجي وداني السطماني بي بدايكك بابا داني حتى وكشماني في داوة بيش فشمن ليك اصلي كردو متواجبي بجي اوي كا مثلا بدو خشككا شوار دان السطماني ان بيبي هاتي شوار دان هاني سيسات ولا بيداوة بس صفر اللي جرانته حاربون أو فيزاد عليها سهم واحد ماشي سامك إلى دعم ليلي الأم بو أم كفة تعول بمثل ثلثيها فأما سألة بجيقي أو بمثل سدسيها أو الكري أم جاء بمثل سدسيها أو الكري شنك دو الآن دو ما لا شاش إذا فدعنا أو دو سرتي شاش هيتر شنك شاش يكسو مكابة دو وإدخال الكاف على الضمير يعني على كهم أقصيك لنحو كالن باو مثلا كاف كم ترياك وشيء صلمير كاف ذيك لو حرف جرانك معمولين بمثل اسم ظاهر أما جل باو إدخالي كاف وصلمير الضمير المنفصل لغة قليلة باشا لغتك كمو بلا مو عبارة المحرر كهؤلاء شنو كده سر اسم الإشارة هيش حرجينية بلام بو أو أي كشيء صلى من المفصل كما كانت عبارة كي محرر موافق له بو أدبيات وهو صحيح بلام لقال أو شاك كما إدخالي كاب وصلى من هرشن كما بلام صحيح شن موافق خياسة ومن صور العول للثمانية لسورة قلع أو البوهشت أعمي شيء زوج وأم وأخت لأبوين أو لأبين زوجك أمي أمرا جنيا مردقة مالك بجي الله لقل دايك يكاو لقل خشك كباوك دايك يا خشك كباوك دايك كي يكسو ومي هيا داي زوجك يكدو ومي هيا خشك كشر يكدو ومي هيا باشا تو أقر مثلا مثلا بهيك مخرجي كسري دايك كحساويكي مثلا لسيعي باشا نا ابو حساوي ناكيد يا اخي داك كاخر يفسو ما با اوان يقدو مدو دانا يقدو مد يعني تو دو دانا كسر ديك مخرجه كان يندوا كسر كي شي كمخرجه كي سي فاز لي واحد دو زرب درسي اكاتشش مثلا كواد رسبي ام جارا لا ششكه تو ابي حش فهم بي فاز عولي كي بيك سو ام عولي كي بو حش بو ميردك لا اشتك سي سما با دايك كدو سما با و خوشکبا و کودکی یا خوشکبا و کودکی اویش دو سهمه با متواجبون؟ و تسمه هذه المسئله بالمباهلتی اما مسئله یا مسئله مباهله استجاعی رن بوشوه من البهلی مشتق لبهل بهل بمعنی چیه و هو اللعن کاتن مباهله یعنی دو نفر لعن یکن اما بهل بمعنی حوار برزو کرنو گریه و زاری شاتوه لیوه وهو اللعن وقيل إنها أول فريضة أعيلت في زمن عمر قيل لي أمايا أول فريزك أو الكريعة على زمان عمر أنا قوي بيشو وكان ابن عباس صغيرا ولو كان ابن عباس صغير بك أمرويا فلما كبر أبدا كبرايا كبر بعشر يعني شون كبراني بيربو ولا كبراني قولابو متواجبون وقتك ابن عباس كبير بقول ابو اظهر الخلافه بعد موت عمره خلافي خويدر بريد وفاتي حزتي عمر وهذا شيك وجعل للزوج النصف وللام الثلثه شاكا هذا نصف دانا بو ميردو بارسلوس دانا بو امه وللاخت ما بخيتي هاتشي ما هو بو اختك شن اخت مثلا ام وزوج هيج وقتها نابنا حسابا بلان اخت جارجار ابيت جاري وهي ابي اخت جاروا عصبي بالغيرة جاروا عصبي مع الغيرة حالبين يعني ليرة ذا بيانا قرار شاي وردو كرر لنا أنا بزاين كاميان أبن بعصبة أو يكيانا كأبي بعصبة هاتوا شي كردوا بالي بالي هاتوا مثلا أو ليرة دانا بعصبة مثلا هاتوا مثلا كوتي دي باشا أمان للشاشة سيبو ميردكا دوان بودا يكيكا يق أمينتو يكي شي دابا خشتك أي مسألة هي عاولنا كردوها. الكاتل لو مسألة في شو عبيت شون اللي بكا يعني أويك بوهشت عولبو دايك يكو فلا ماك.
بلمك دا أو يتان زوجه ولو إلى ثمانية عليك هم أيك زوجين وأختين وأمين باشا يعني جنية مردوها برحل مردك ودايكك ودوخش كي بجي رابي كواتا أبي لريشا سامي دايكك هيك ششمة يعني أبي أواي باشكا مثلا قال شش بي سيبلا بفياوكا بميردكا ميدجنكا يكي سامي جبلا بدايكك دو سامة مينيتو يا بدو خشكك بقي كيف عملت يعني داتي حالبين شنو خوش في جاجر عصبة تعصيبة عن جريتو ولا يخدم ولا عول حينئذ تعول يعني فقيل له لما لم تقل هذا لعمر وتيان باشا يا عم تبغى شي بعمر نود لو اختاك عمر معبو فقال كان رجلا مهابا فهبته باشا وتي والله عمر بيابكي سام نابو همو كزنيتو اللي بردمي على خدمتي قسمت الحكا وأمانة فهيبته سامي عمر قرتمي متواجبي لم تواني ثم قال أمراوتي إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا شاكا ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلثي علي باوي وعجائب ابن عباس شو وقت هناك ابن عباس علي أو كسيك همو زي خكان رمل يعني أول ما وردة آخر أول ما وردة توعوا مشتي هالقراء يك سفنا دلوا لو هني مليار بزريت يعني موجود أو كسيك أمريكي كردو بدقيقي بلمي عالجي بعدد حساو عالجنا وشوينك عالج بعدد حساو كردوا جاء من رمل بوشوين أنا ولا شوني كبير ك تقريبا باتوزو خواله هنا أي باو عرضي بيس بيكاتهم توجوين أعوى يبع عدد حساب كردوا نهات قرار بها يعني خوايك أو نحساب زان بي خو منو توني حساب مزانين توجوين أو نحساب زاني قرار نادا لما على نصفكو نصفكو سلسي باشا شن وقت أغدو نصفو سلسي كي تياداني ذهب النصفاني بالمالي أمجا نصفكو نصفكو سلسي قرار بدا دي أمر دوني سفك معلك لا بل معلك نيلنو فأين موضع ثالث ثلثي أي جيس رسك لك واعي ثم قال له على هذا على ثم قال له على هذا لا يغني عنك شيئا باشا ثم يمن عليون ثم قال له عليون أمجا علي فتح هذا لا يغني عنك شيئا ما فرياد ناكوي لو ميتا داي او ميتو داي او ميت لو ميت او ميت لو ميت او ميت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس من خلاف الرأيك اقرتو يعني من ليك كمان مردين ميراثك كمان بشكري انا سلوي خلقك انا سرين ببيت شواني الرأيك توهتا وكارنا قال فإن شاءوا ام جاوتي باوا من او نسور من نسل ام خيمنا كوايا اقرت يا خوشة فلندعو أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ماشا فسميت المباهلة لذلك يقول خلق بها خوشا كاك إيما دين كراني خومان أوانش كراني خويان إيما جناني خومان أوانش جناني خويان إيما خومان أوان خويان دينو ثم نبتهل فأنا دسكين بدعاء كردن وطارانا وو نعوذ بالله دعوائي لعن كردن ونفرين كردن أو جهة شونكين فنجعل لعنة الله على الكاذبين أو وقت اللعنة قلالة دين ودروزن مغين لعنة إخوالة زهر كثير بك دروك لا وقت بدان بر منك يا بر أواني تلك بك أواني كروا أو تب ليرا أو مسألة مباهلة هي لا قال قاور كاني نجران مسيحي كاني نجران لزمان في غمره صلى الله عليه وسلم يعني علونا وجياته لشريعة عمران أما بشك يعني أما أو آيات ناخوينته بلان اختباسي لآيات كردوه وقت يكر اللي قال في غمره مذاكرات يكي زور يعني نوبة نتيجة نقايشتن آخر في غمره دول يقال سلمه بدسوري خواه خواه قوله أولي دسور فدا فرمون فيها أمبله أو باشا فلندعو أبناءنا دي أبناءنا وأبناءهم باشا نازل من تخيل آياتك نخل مو أو سورة الأمران كما دوري آية شسو أوانيا كآية مباحة لي في عجل
باشا بيخايش فكاي بباهليه جاء اويا مثلا يعني خلالك وادا بدا كفي غمر دولي قال تربي خويو مثلا خانوادي بلين وخويا نوجنان يعني ودارو دسي في غمر بكر يعني و دي ديال خويان اواني او دسي اواني دسي كيتري اواني خويا نو بدو دسي بيان شنا دارو لنا وشارة بو او صحرا دعا كانوا بلين خويا تو اويك دروزنا لعنتي لي بو بدي انا بابا أري نساءنا ونساءكم مبارك أم جار فقل تعالوا يعني بقول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل دو هي مثلا دس كلمة دعاء كردن ليك حاربي دعاء كردن ليك أو جار لزمني دعاء كان معنا فنزع اللعنة الله على الكاذبين إما لعنة إخوة بنيرين بؤو كثاني كدروزنا إن جاءك وقتك هاتن بو أو دشتو صحرايا ككوتنا دعاء كردن في غمر صلى الله عليه وسلم هات دعاك وأن هاتن دعاك مسيحي كان هاتن سرنجي مسلمان كان سرنجي في غمر ومناوة كان في غمر ياندا حسن وحسين وأواني لقلابون أولا سرنجي إمام حسني دا ودي بخوا أما دعاء لبرد كانت يكا تكاك دعاء ناكي لرأي خوتها نيو دانش ديني خوتها نبو خوتها نمج ديني خمان بو خمان توجبي حاضرنا بو دعاء كردن في غمر جزية إلى سردانان سرعنا تبيدا وانا وانا شو نقول ذلك اشتم جاء مجاري ابن عباس كرقي هستا وليرا علي اقر وايا باور ما قال فلندعو ابناءنا وابناءهم يعني حتى حاضر مباهلين لقوك بتواجبك تك علماء الجمع كاك لعسل اخويا يعني وزي وراء اخذت لها حقينك حزا اليا علي وليا لحظ حزا اليا او ان كان لا لقل حزا علي شن اولي علي فإن شاءوا ونرى فإن شئتم متواجبين دار الجمع كان خو جمع شرقي الصحابي وقبل فياوة أو شتاني ينكروا إتي ابن عباس أما وتوا أما سوربون أجين إلى سرق سكي خوي باشا جاء من هالفيا نظر معايا عرمني ليوانية قريا بناوي أنا هر كان يقلوانا كأجر لخلالي مسائل فرائزة باز ذوي الفروليش بن أجر لشوينك كا تعصب عصبية رويتيا كذبيتن متواجبين آخر مثلا كان الزوج هيج وقت يقوار رناك وكذي فرض نبي همشا زي فرض دايق هربا وجوريا حاربي ضلال خوش قرية كذا زي فرض نبي فالزفتي كا قال لي لا بس زي فرض حساونا كذي هاو ايوت جاء علي اللبن اعوية شن ابن عباس اعم الصيكر فسميت المباهلة لذلك اما سألينا وذلك راب المباهلة لبن اعوى متواجبين ورمشي وأبجى أمششة وتعول بازم الستة أو الأخوة أيضا إلى تسعة نيش حاربي بولاينو يوكوشي كهم أي كزوجين وأختينين وأمين وأخ لأمين وكو مثلا ميردي وكو دو خشك وكو دايكي يكو برايكي دايكي باشا يعني جنيك مردوة ميردي كودو خشكو داكي كوبراكي داكي بجيوه فاز اقر ايما لكل تفكرين زوجك يقدو هيا اختين دو سوميان هيا ام يكششمي هيا اخي لي اميش هل يكششمي هيا حاربين ففي ابن عباس بي ابي ام مثلك لا ششا ابي سيبدين بزوجكا يقبدين بدايككا يكش بو اخي لي امكا بودو خشككا يقامينيتو يك قابل تقسيم بردونية مجبوري دو زرب كي لأصل مثلا كادي كي تدوان زر أما ابن عباسية ما حزم حاليكي باشا أو كاتا شش بدأي بزوج باشا دو بدأي بدأي كاكا يكيش دوش بو أختي لي أمكا أما دا دو شمينته بو أو أختينا يكي دانيك حالبون بلا ما في أويك خومان حاليكين تو أبي مثلا سيبو زوجكا شوار بو أختين أما حوت يقبو دايكك أما هاش يقبو أخي ليومك أما نو فعالت بمثل نصفها فاز أما سألا يا عولي خواردوا بما نندي نصف خوي يعني سيكا نصف خويتي يمني يوي خوي من ذي إذا فكر ذا بوتنو كاتا إيما أبي أو شش تطمنك باس مانك أبي تقسيم برنوي كين أمره حالي بود دي نو
ششية بتشني فنجاو شوار نو حوتية بتشني شاسوسي بس نو حوتية قد فنجاو شوار بي يعني في نصو شلت منك عادي نا إجازة بنو حوتية شعبتها شاسو سيت منه وقت هبس سيت منك حالوين لا أري نوع لحفلات منك كموقي فنجا حوت من هاي مثلا نو زربي فنجا حوت منك ذاك هذا شن فانسوسيان جي اها شاسو حوت من شاسو حوت من نو إذا شاسو حوت شاسوسيان شاسو سيت وسيت من نيت باشا يعني كان هذا بيع وسيت من يشاز كسي قرانا تقسيم برنوي كيدو برا واني واني جلي كمو كيدو حالبي كاتا فنجا حوت من تواو ناكا نفري يعني هوا كان هذا هاري تقريبا باشا بلا مش كاتا نيخو هاو تفعال بمثل نصفية وإلى عشرتين كهم هالوقع معنا يعني أو زوجو أختين أو أخت أم وأخي لي أم أمانة وقوم أي المذكورين في التسعة لو أنه كان ذلك كذا وآخر لي أمي وأخي كتري لي أم باشا كأبدا أخي لي أمك كابن بدوان يكسو ميانا كبه دي أقر يكسو بس سهم إضافة في فضل ببدا فتعول على بمثل ثلثيها فز بما ننزدو سوى مي خوي عول أخوة باشا وتسمى هذه بأم الفروخي يعني بمسألة أم الفروخ يعني دايكي بشكا بالخائي بوشي لكثرة سهامها شنك سهام العائلة حاضبي سهام عائلة دولة شوار سهام عائلتها والشريحية والشريحية وبيرا شريحيش بو لأن الشريحا شريك قاذيب ولا زماني حضرة علي وحضرة عمر لا زماني حضرة عمر جار قاذيب قضى فيها بذلك قضاوات شريحة لو مسألة قضاوتي كذبوا ومتى عالد إلى أكثر من سبعة لا يكون الميت إلا امرأة أجل شش أو البخوة بوزيات لا حوت يعني بو هشتو بو نو بو دا مردوكا حتما بيجن بي بولي أنها لا تعول إلى ذلك شاكا إلا بزوجين شكا أو مسألة أو الناخوة بو أنا دفشت أيوة ما قال بزوج يعني إكي الوارثين زوج بي أما وتوابو كانت أبي إمش شرطة من أجنبي وتخصيم مرتين أجنبي بردم كيد أكيد شرط مني أنا كذي متوجبين يعني بجي وصلت مني في بي سيد أنا صلت مني في بمية ذكر مثلاً سيد أنا شرط مني في هذه بعض أم جلا قش نشوى والاثنى عشر هذي ولما فرغ من عول ستة إلى أربع مرات وقت كليب ولا عول خواردني شاشب ولا شوار دفعة شرع في عول ضعفها شروع كلب عول ضعف شاشك أبيت دوانزة يعني دو برابر شاشك دوانزة فقال ولي 12 تعول ثلاث مرات أو تارن نعش صاحا باشا يعني سيجار عول أخوة عولي أو تاري المرة الأولى بنصف سدسها بني وسوسها يعني يكفاني آخر سوسي دوانزة دو نصف سدسك أبيت يك باشا إلى 13 بو سيانزا كزوجة وأم وأختين لغير أمي باشا يعني بيارك مردوها دو خشكيها ولقل دايكيا ولقل جنيكا فاز جنكا يك شوارم أبا دايكا يك سوام أبا دو خشكيش دو سوام أبا متواجبي أقل أنا أقل إيما بين سهمي زوجكا يك شوارم يك شوارم كاتا سي سهمي دايكا داي أري سهمي دايكا يكشوش نا أري يكشوش مرات يعني يكشو ما حد يشتري أحطه منك يكشوش ما أكاتا دو دو سي أكاتا فانش باشا دي أوان أبي هش سهمي أنت يبين دو سوى مجوان ذا هشتا حو سهم ما سهمي كي بي إذا فأكين حارب ها نانا حو سهمي أنبو ما وتو أري مثلا شن تو سي سهم دا بشنك سهم دي دو سامج بدايك كأما فنش حوتي ما وتو حوتك دارينا يعني مجبوري بك بسنين اه إذا قال ابن عباس بوها شيء أكر ليلة ما
او حوتيتي زافي نابو بدو خشفكا تي حوتي شخصين بردو نابو مجبور بدو زرب كي لدوان وضع انت واجبي مثلا كي تبي شو شوار او وقت بجي او لدو اي حوتي عن بوب مينيتو امرا شوار دي عن بوب ماهو شوار دكا يكي حوت حوتي عن بي دي تواهو مشكلة هني اخو لغير امي والمرة الثانية ثم رأي دوان بربعها بربعي مثلا دوانزا يعني مثلا حولي ولاي بانزا خب يعني سي إزافة بوا بدوانزا دي سي ربع دوانزا يعني كهم هروكو أعوانا يعني زوجتين وأمين وأختين وأخ لأمين أخيك لأم كأوش يكششميكي أبي بيني معلومي شا يكششمي دوانزا دو ويتر فزي ببيت بانزا مثلا أقل لي وشا مثلا دوانزا دانا سطماني ذبه أقر حولنا بيه مثلا أمي أو جنا كالدوانزا كسي دانا سطمانية بوانا أشيتو أمرها مثلا او دوانزا ساتمانية تقسيم برسيانزا كي شاني بو ماو او ايتيو بي او حالبين يا او دوانزا ساتمانية تقسيم برسيانزا كي شاني بو ماو او ني بي بابي اما او ايجازة بقشني شوان الى 15 كهم ولي امين والمرة الثالثة بربعها وسدسها هم بربعكي وهم سدسكي يعني اولي مثلا بلا حفدة ربعي دوانزا سيها سلسي دوانزا يجدوها يعني تو بانجد بدوانزا إذا فكر دوها متواجبين إلى 17 كهم هالوقت أوانا يعني أمجالة أختين وأخيك لأم أمجالة وأخ آخر لأمين يعني دو براي دايكي دو براي دايكي يكسوا ميانا كوي باشا أختين دو سوا ميانا كوي هل قال لي أبرتو مثلا أمجالة دي جنش يك شوارم يكوي حالبي دايك كاش يك ششم يكوي فز كواتا اگر بمهم وحسان كين ريتو حفدة فهم خارج كين مجبور مثلا كين حفدة ومن صورها بلا ومن صورها ام الارامل دي ام الارامل الان توزيح بمية بخينا جلسة كده باش موفق باش باش باش